بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین، رکوع نمبر سورة آل عمران کا چونکہ بہت بڑا ہے، اس لیے اس کے دو حصے کیے ہیں. اب ہم رکوع نمبر 12 کا دوسرا حصہ شروع کرتے ہیں. پہلا حصہ تو آپ نے سماعت کر لیا ہے، تو آئیے رکوع نمبر 12 کا دوسرا حصہ بھی دیکھتے ہیں کہاں سے شروع ہوتا ہے. جی ناظرین، رکوع نمبر 12 کا دوسرا حصہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا. یہ الفاظ چونکہ کئی مرتبہ آ چکا ہے، اس لیے ہم اس کو دہرائیں گے نہیں. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا لا تتخذوا بطانة من دونكم بطانة من دونكم اب ان کو ملا کے پڑھیں گے اور غنہ بھی کریں گے. بطانة من دونكم لا يألونكم يألونكم خبالا خبالا
لا يألونكم خبالا ودوا ودوا ما عنتم ودوا ما عنتم ما عنتم قد قد بدت بدت قد بدت بغضاء بغضاء قد بدت البغضاء من أفواههم من أفواههم وما وما تخفي وما تخفي صدورهم صدورهم وما تخفي صدورهم أكبر أكبر قد قد بينا قد بينا قد بينا لكم 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 الآيات لكم الآيات قد بينا لكم الآيات إن كنتم إن كنتم تعقلون تعقلون ها أنتم ها أنتم أولئك أولئك
أنتم أولئك تحبونهم 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 ولا يحبونكم ولا يحبونكم وتؤمنون وتؤمنون بالكتاب بالكتاب وتؤمنون بالكتاب كله اس کو کلی ہی بھی پڑھ سکتے ہیں کلی ہی ایسے بھی پڑھ لیں وَإِذَا وَإِذَا لَقُوكُمْ وَإِذَا لَقُوكُمْ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا قَالُوا وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمنا آمنا وَإِذَا خَلَوْا وَإِذَا خَلَوْا وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَدُّوا وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْ عَلَيْكُمُ الْ أَنَامِلَ
عليكم الأنامل عليكم الأنامل من الغيظ من الغيظ قل موتوا قل موتوا بغيظكم بغيظكم قل موتوا بغيظكم إن الله إن الله عليم بذات الصدور إن الله عليم بذات الصدور عليم بذات الصدور إن تمسسكم إن تمسسكم حسنة 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 تسؤهم تسؤهم حسنة تسؤهم إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها سيئة يفرحوا بها وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وإن تصبروا وتتقوا وتتقوا لا يضركم لا يضركم لا يضركم لا يضركم كيدهم
كيدهم شيئا شيئا إن الله إن الله إن الله بما يعملون بما يعملون محيط محيط بما يعملون محيط. ناظرین، سورة آل عمران کا رکوع نمبر 12 مکمل ہو چکا ہے. اب ہم سورة آل عمران اس کا رکوع نمبر 13 شروع کریں گے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے، غور سے سنیں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج